السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تشوفوا هاد لا فيديو نتوما تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع شي رمضان؟ المهم الله يدخلوا عليكم ودخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي. البنات اليوم بغيت نجيب لكم عاوتاني واحد شكيله ديال جليلبات مخزانية يا اختي. كما تعرفوا دابا الناس ياخذوا جليلبات، وبالنسبه للجليلبات اليوم جبت لكم شي حاجه رائعه، شي حاجه زوينه البنات، منبته. شوفي معايا هاد الجلابه عاوتاني، شوفي معايا الرشيمه يا اختي، الجلابه كي جات. شوفي معايا عاوتاني هنايا الجلابه، نبعد شويه باش تبان لكم الجلابه كامله. شوفي معايا اختي الجلابه، صراحه جلابه راقيه زوينه. بالنسبه للثوبه البنات كاليتي شي حاجه مزيانه. شوفي معايا الثوب اختي، راه غليظ هاد الثوب، ماشي داك الكريب اللي رقيق. شوفي معايا اختي الثوب رقيق بروميان كريب، وبالنسبه للعقيق راه بروميان اختي. ومرحبا بك عندي، وتعالي تاخدي جلابه ديال رمضان وتبرعي ليا في التشكيله يا اختي. شوفي معايا جلابه زوينه رائعه، نتمنى تعجبكم البنات. وما تنساوش البنات بارطاج، الله يخليكم، مع العائله مع الصحابات مع كل شيء، وما تنساونيش باللايك ديالي الله يخليكم. ايوا شوفي معايا اختي هاد اورانج، واو اورانج تبارك الله ما شاء الله غزاله البنات. شوفي معايا الرشيمه كي جات اختي، شوفي 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 الطيطاي ديال الرشيمه يا اختي. هاد الرشيمات راه جداد البنات. شوفي معايا ليمونش اختي، جليبات صراحه راقيين وفي صاله مخزانيه ولكن ماشي كبيره، فهمت؟ شو كي جاتني زوينه. ايوا تبرعي معايا اختي في جليلبات، ومرحبا بك معايا في القناه ديالي وقناه ديالنا كاملين، مرحبا بكم في القناه ديالنا فلاشين. ما تنساونيش البنات باللايك والبارطاج الله يخليكم، باش حفزوني نعمل لكم دائما الجديد والبرومو. راني تندير لكم برومو، راه هاد جليلبات غتنبيعو ب 800 درهم في المحل، وانتم مع الغزالات ديالي الكوفيدات ديالي غنخليهم لكم غير 600 درهم، باش نتعرف على الناس اللي بعاد مني ويجيو عندنا يتقداو وياخذوا السلعه ديالنا ويجربوها. وعاد غتعرفي اختي الفرق بين جلابه وجلابه، راه الكاليتي راه تيبان. ومرحبا بك عندي. ايوا شوفي معايا اختي عاوتاني هاد النوار حبيب اللون ديال النوار، حبيب الجماهير هاد النوار اختي. شوفي معايا النوار، نوار تطلع غزاله، يعني اللي حطيتي فيها صراحه تطلع فيها غزال. هذه دخلت فيها البودو والشويبي والدوغي والنوار البنات، طلعت غزاله هندس اختي. شوفي معايا درت رشيمه، قلت لكم البنات في صاله ايفازي ماشي مخزانيه هذه. وشوفي معايا اختي هنايا مدخله كلشي هنا بالعقيق وهنا بالعقيق، يعني جلابه كلها باليد وحاجه زوينه، كريم زوين، عقيق زوين، لاكوب زوين، و 600 درهم حتى هي زوينه ياك. المهم غير كادو ليكم هاد الثمن، والله العظيم المحل تنبيعو 800 درهم. ملي جات عندنا ما شافتش هاد لا فيديو غنخلي لها 800 درهم. يلا البنات ندوزو عاوتاني للتشكيله عاوتاني الاخرى ديال الجليلبات. خليكم معايا اختي هاد فيغ او عاوتاني جا رائع غزال. شوفوا معايا البنات هادي في صاله ايفازي ماشي مخزانيه. شوفي كي جات اختي الجلابه، شوفي هي الرشيمه اختي، الرشيمه كي جات فن درشيمة. بالنسبه للبنات اللي موج درت ليها هاد الوريدات جاوا فني نتا هما، نقرب ليكم هاد الرشيمة صراحه جات زوينه البنات. هاد فيغ او تيطلع تا هو في جليبات فنين، تيجي تا هو مع السمرين مع البيضين، اغلبيه مع السمرين، انا بدا تيعجبني بزاف هاد اللوين، تا هو زوين وغزال واللوينات فنين. دخلت فيه واحد بحال مارو فيه هاد اللون واللون ديال التوب و الدوغي، جات فنه هماوية ان شاء الله، بصحة اللي تاخدها. وكما قلت لكم البنات حنا رجينا في حي الحسني في شارع بنو سينا في كازا اختي، في الدار البيضاء قرب مرجان ديال حي الحسني. مرحبا بك، جي عندنا وشوفي المحل وشوفي الموديلات والشكيلات، وشري اختي على خاطرك. والناس اللي بعاد حتى هما سكريني اختي الجلابه اللي بغيتي، وتواصلي معايا في الواتساب وتوصل لك اختي حتى لباب دارك. ومرحبا بكم. ايوا شوفي معايا اختي هاد الجلابه عاوتاني الغوز اختي، اللون ادمي بارد صيفي. شوفي معايا اختي دخلت فيها هاد الشويبي، دخلت فيه هاد الاورانج واللون ديال التوب،
جات زوينه البنات هذه، راه في صاله ايفازي ماشي في صاله عاديه، درت لها هاد رشيمه في الكتيفات. المهم نتمنى هاد التشكيله ديال جليل بات اللي جبت لكم اليوم ان شاء الله يعجبوكم البنات، وان شاء الله تستافدوا منهم حتى همايا. وبارطاجي اختي اللاشين ديالنا مع حبابك، مع اصدقاء ديالك، مع جيرانك. عارفوا دابا رمضان كلشي تيبغي ياخذ جليل البيت، استافدوا كلشي ان شاء الله بهاد البرومو. ان شاء الله دائما غندير لكم عاوتاني برومو عاوتاني. ومرحبا بكم، وباقي عاوتاني الشكيله عاوتاني ديال جليل البيت اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. غنعزل جليل البيت والمحاره كله جليل البيت. هاد البنات شوفوا معايا، هانتوما شوفوا معايا راه التشكيله، راه ناخذ غير شي بعض باش نصور لكم. هنا البنات عاوتاني تشكيله عاوتاني ماشي ديال العقيق، ديال الطرد. شوفي معايا، شوفي معايا عاوتاني، راه مازال تشكيلات. شوفي تندور لك باش نحاول نبين لك. انت اختي شوفي معايا هنايا عاوتاني، كاين المعلم، كاين التعصاب، كاين الطرز والمعلم، شي حاجه زوينه عاوتاني. ما بغيتش نصور لكم كلشي البنات، بغيت كلني بندير لكم فيديو تختاروا ان شاء الله جليل البيت اللي بغيتو. هذا الفيديو خليته حتى هو ديال التنبات، وفيديو اخر ندير لكم ديال التصاب، فيديو اخر ندير لكم ديال الطرز. المهم باقي اختي تشكيلات، غتبرعي معايا العام في جليل البيت. هي النصيحه البنات، حاولي تعزلي دابا جلابه وتاخديها وترتاحي، ما تخليش حتى هذيك الايامات الاخره ديال رمضان تيكون الضغط شويه، الضغط بزاف، وتختاري حتى الجلابه اللي بغيتي. تلقاي الناس اختاروا جلابه، دونك نصيحه خدي جلابه بكري، استافدي فيها، ارتاحي وخليها عندك. ماشي ما غاديش تخسر الجلابه، بالعكس غتعزلي حاجه زوينه وغتخليها عندك وتكوني مرتاحه ومهنيه. عرفتوا هاد رمضان بعد ما تيكون مشطون بزاف. المهم ما نقويش معكم الهضره ونوريكم موديل اخر. واخيرا البنات غنعمل لكم هاد الزرق اختي، شوفي معايا رشيمه كي جات هنايا، دخلت فيه الاوبون شويبي، واحد اللون بحال خضيدر طلعوا فيه اللوينات فنين البنات. شوفي معايا اللوينات، شوفي الرشيمه هنايا جات زوينه. وعاوتاني كاينه رشيمه البنات، شوفي معايا. وبالنسبه لليمونش شوفي معايا اختي، كاينه هاد الرشيمه هنا عاوتاني، كاين هاد الرشيمه، صراحه جات جلابه غزاله البنات، فنه. بالنسبه لهنايا البنات شوفي معايا هنا العقيق، وشوفي معايا عاوتاني هنايا تنبات بالعقيق، والكتاف هنايا تنبات بالعقيق، في القبيل حتى هو كله عقيق. نتمنى يعجبكم جليل البيت ديال اليوم، وهذا لا فيديو يكون خفيف على قلوبكم. ونتمنى التشكيله ديال جليل البيت يعجبكم اختي، والتليفون غنحطو لكم اللي بغى شي حاجه. مرحبا بك اختي، جي عندي المحل وفي كنتي في مدينه وصلها لك، سكريني اختي ودخلي الواتساب وانا صيفطك في الامانه. ومرحبا بك، ونتمنى لا فيديو يعجبكم، وبسلامه عليكم.